لسه مكملين كلامنا، وده كان كلام الناس في الشارع. في ناس بتقدر تسامح وفي ناس ما بتقدرش. الحقيقه احنا موجودين معاكم لايف على فكره على مدار الفقره. ابعتوا لنا وقولوا لنا لو عندكم قصه خيانه وازاي قدرتوا انكم تتجاوزوها، هل سامحتوا ولا لا؟ طب الثقه بعد ما سامحتوا رجعت ولا لا؟ لان ممكن اسامح والثقه ما بترجعش او ما بنساش، ويفضل في شرخ في العلاقه، يمكن يكون كسر كمان مكمل معانا طول العمر ومستني على لقطه ثانيه. في صفاء بعتت لنا رساله بتقول لنا انه جوزها خانها مرتين وهي قدرت تسامحه وتكمل حياتها معها عادي. ايوه بس قدرات. ده عايز تعليق من دكتور هاله. لا انا اتوقع ان هي اصلا كان عندها سبب لده، يا بتحبه بطريقه شرسه فمش قادره تتخلى عنه، يا محتاجاه كشخص بيصرف، يا محتاجه شكل حياتها معاه، بس مستحيل تكون محتاجاه هو حفاظا على الاولاد زي كل البيوت مثلا. كل البيوت مثلا تحب تحافظ مرحله معينه، انا ما هدش البيت، لكن مستحيل تكون سامحته. يمكن تقول لك ما هو كده كده هيلف لفته ويرجع لي، يعني في مبدا كده عند بعض الستات تقول لك هيلف هيلف ويرجع لي. ما هو الديل ما بيتعدلش. الست اللي في ست بقى تعتبر انه مجرد زواجه من اخرى، زواجه من اخرى ده خيانه، لكن طول ما هو بيعرف ستات بس تقول لك هيلف ويرجع. عشان هيلف ويرجع دي يا ايمان، عارفه انت كنت بتقولي حاجه لذيذه قوي، هي مسامحه فيه ليه؟ مسامحه ايه؟ عشان ما حسيتش بالتهديد، متخيله انها علاقه عابره، لكن لما يتجوز غيرها بيتها هيتخرب، فحاسس بالتهديد. انا بس ليه عايزين حاجه عايزه اقولها. اتفضلي. احنا ليه مش بنقبل بالضعف الانساني؟ ليه بنتكلم بمثاليه شديده؟ وليه بنتكلم ان الانسان ما بيغلطش من الطرفين؟ طبيعي ان الانسان ممكن يغلط، وممكن زميل ليكي يشوفك مميزه قوي ويشوفك في الاول هو مبتدي معاكي مبسوط منك، بس متخيلش ان انت بالتميز ده فغار منك، وطريقته في التعامل مع الغيره انه يكسر الحاجه المميزه. ما دي مش غيره صحيه ولا غيره منافسه، كده غيره حقد، كده هو عنده مشكله نفسيه. تميزها خلاه يشعر بهذا، وضعف نفسه خلاه يعمل ده. هل الانسان ده هيفضل وحش بقيت عمره؟ خلاص حطيته في كاتيجوري وبقى انسان خاين ليه؟ طيب يا جماعه اللي قالت لك ان انا سامحت مره يا دكتور وعملها تاني، فين الغلطه؟ يعني هي ما امنتش عليه انه ما يرجعش تاني للحكايه دي زي الست. لان تعمل ما حصلش حديث وما حصلش توضيح وبعدين هو ما كانش صديق، هو كان زميل، والزملاء بيحصل في المنافسات كده. لا مش في الشغل، في رساله جات اللي قالتها ايمان. انا بتكلم على الحاله دي، سامحت مره والتاني عملها، فهنا بصي خلينا نتكلم على الرجل. انت كنت عايز تسالي على نفسيه الخائن. بالظبط، خلينا نتكلم على الرجل الخائن. في رجل خائن فقد الثقه بنفسه، بيبحث عن نظره الاعجاب في عيون كل الستات. عارفه ليه؟ عشان مامته ما اديتهالوش، فكل مراه بالنسبه له مامته كانت بتقول له انت شاطر، انا بحبك، انا معك، شايفك حاجه كبيره. مراته بتقول له، او هو اللي اناني، او ممكن يكون هو مش مكتفي، هي او نرجسيه. حبيبتي خلينا ما نحكمش بالنرجسيه، خلينا ناخدها بهدوء. لما الواحد بيقعد مع الانسان، الانسان ده كومبلكس قوي، وما ينفعش ادي اسماء، ده نرجسي وده خاين وده متخلف وده. لا، اسمعي وافهمي وحللي الشخصيه مظبوط، وساعديه هو يفهم نفسه. بس ممكن اقول حاجه؟ انا بس هكمل دي، حاضر. فمهم قوي ان انا اشوف الراجل ده شكل الخيانه ايه. بيحب الحاجه الحلوه فمجرد بيبص برضو دينيا غلط، لكن هنتكلم. وفي راجل بيكلم بنات طول النهار. انا واحده جات لي في العياده قالت لي جوزي معشم 40 بنت بالجواز على النت. طب بتعمل ايه دي غلبانه دي؟ ومامه واحده من البنات كلمتها وقالت لها في عرضك انا جهزت بنتي عشان جوزك قال لها انه هيتجوزها. وموافقين يجوزوها واحد متجوز عادي. لا ما تعرفش. لما هي كانت بتتابعه وتكلم بنات دول تقول لهم على فكره هو متجوز معهوش فلوس يتجوز تاني. ده عايز ايه؟ اتنشن، عايز اهتمام من كل البنات. ده عايز دكتور. بالظبط، انا معاه. هو عايز دكتور، بس في النهايه ما تنسيش موقعه. ده اب وزوج، شكله ايه كأب مع اولاده؟ بيصرف ولا لا؟ بيعملها حلو ولا لا؟ هو دلوقتي ده قدوه لاولاده اصلا؟ يعني ما هو دي حياته السريه. اكاد اللي هي تطلعت عليها حبيبتي، اكاد قال لك كلام حضرتك، حضرتك بتطلعي اعذار ومبررات للخيانه من عشان من انا بسمع البشر. انتوا بتتكلموا بمثاليه، يعني الغلطه ان هي تجسست وطلعت على حياته الشخصيه، وساعده يبقى انسان احسن. بالظبط، ده شغل. لو انا قصرت، يعني انا شايفه دايما ان مبرر الخيانه لو الطرف الثاني قصر في حاجه، سواء صحاب
او زوج او اي حاجه، انا قصرت اوكي اديني مبرر، انا خنتك عشان كذا 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 كذا، لكن انا ما عملتش حاجه وعامله كل اللي عينه فارغه ملوش علاقه فارغه. انا معظم الرجاله مش حاسه قوي نفسيا، العيب مش في مراتها، العيب مش في مراتها،